مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الانجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الاول الدرس السادس هذا الدرس يحتوي على موضوع قواعدي اللي هو موضوع وصف الناس وكذلك موضوع ترتيب الصفات قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الانجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدا بالدرس يونت لسن 6 اليونت الاول الدرس السادس وات like? كيف يبدون؟ شوفوا هنا أنا. منطيني صورة سالي واحدة اسمها سالي وشخص اسمه أحمد فشي يقول لي يقول لي look at the pictures of سالي and أحمد انظر إلى صورة سالي وأحمد هذا أحمد وهذه سالي what do they look like? كيف يبدون شوف هنا إن يقول لي أريدك توصف لي سالي وأحمد بعض الطلاب يقدر يوصف هؤلاء الأشخاص بدون ما يتعرف على طريقة الوصف يعني مثلا من صفات هذا أحمد أنه طويل إنه لاحظ أنه شخص طويل فش أقول أقول أحمد ستول أحمد طويل بعد واحد ثاني يريد يوصف لي شعره يقول أحمد هاز بلاك هير أحمد لديه شعر أسود أه يريد يوصف مثلا سالي يقول لي سالي هاز كيرلي هير سالي لديها شعر كيرلي مجعد هنا انا عن شلون اوصف شخص هو من طين الاليه اللي نستخدمها لوصف شخص معين فهنا هو مسوي لي هوسه على شكل جدول وهوسه احنا راح نصفي هذا الجدول انا مود نستخدم طريقه او نتعرف على الطريقه اللي نقدر بيها نوصف شخص معين من حيث ملابسه من حيث شعره لون عيونه من حيث صفته العامه الى اخره، فاذا راح نترك هذا النشاط حاليا أنا مود نتعرف على طريقه وصف الناس وبعد قليل نرجع بعد شويه نرجع هم نوصف سالي واحمد عن طريق هذه القواعد اللي راح ناخذها. من الممكن ان نصف اشخاص باستخدام العبارات التاليه. طبعا احنا عندنا اربع اشياء نقدر نوصف بها الشخص. اما نوصف من حيث ملابسه، الفقره الاولى فتقول نصف الملابس اللي هي كلوز باستخدام القاعده التاليه. ركزوا يا, يا طلاب. اني يعني اذا اريد اوصف شخص من حيث شيء يرتديه، ايش اقول؟ القاعدة حاول تحفظها لان هي هاي اللي راح نستخدمها بموضوع وصف الناس. اني يعني اما اوصف الشخص مذكر او اوصف مؤنث. اذا مذكر تعرفون استخدم له هي، واذا مؤنث استخدم له شيء، او اذكر اسم الشخص مثلا انا دا اوصف طه اقول طه از ويرنج، او اوصف منى، أو اقول منى از ويرنج. فالقاعدة تقول اما مذكر او مؤنث هي او شيء او اي اسم. زائدا إز ويرنج. از ويرنج، معناها يرتدي او ترتدي يرتدي زائدا صفه الملابس زائدا اسم الملبس، نجيهن واحده واحده هنا راح ندوخ، شنو صفه الملابس؟ مثلا ملابس بلاك سوداء مثلا ملابس سبورتي مثلا ملابس فورمال الى اخره رسميه سوداء جوزيه الى اخره صفه الملابس زائدا اسم الملبس مثلا انا اوصف الملبس مثلا دا اوصف من حيث الجاكيت لابس جاكيت لو تراوزرز بنطرون لو الى اخره هواي كلمات دل على شيرت تي شيرت دريس سكيرت سكارف الى اخره هذه الكلمات كلهن يدلن على الملابس يعني مثلا انا اوصف واحد اسمه رامي رامي او اقدر اقول عنه هي هي is wearing او رامي از ويرينج رامي يرتدي جراي تراوزرز شوفوا طلاب الجراي معناها رصاصي هذه صفه الملابس زاد تراوزرز شنو معنى تراوزرز؟ معناها بنطال اذا هو يرتدي بنطال رصاصي اذا وصفت شخص من حيث ملابسه مثال اخر نهى از ويرينج بينك هيد سكارف نهى ترتدي وشاح بينك شنو معنى بينك؟ معناها وردي اذا ترتدي وشاح وردي هذا سكارف هو الوشاح هو الملبس والبينك هو صفة الملبس اللي هو الوردي الان ننتقل الى اذا دوصف شخص من حيث شيء جامد يمتلكه يعني مثلا انا ده اوصف لك واحد انت ما تعرفه او هو موجود ويانا يعني بالصف وانت لكن ما تتذكر شكله فش اسوي اقول لك مثلا ديونو يو نو احمد تقول لي هو از احمد انت تعرف احمد من هو احمد اقول لك هي از هو طويل هي از ثن هو نحيف هذا احاول اوصفه لك انت ما ذكرته فش اسوي اقوم اوصفه من حيث ملابسه قلت لك از ويرينغ جراي تراوزرز هو يرتدي بنطال رصاصي ما ذكرته قلت لك از ويرينغ مثلا على سبيل المثال بلاك جاكيت يرتدي جاكيت اسود كذلك ما عرفته اذا من حيث ملابسه انت ما عرفته فش اسوي اروح اوصفه لك من حيث شيء يمتلكه مثلا الجنطه مالته لونها احمر الموبايل مالته نوعيته فلانيه فانا شلون اوصف شخص من حيث شيء جامد يمتلكه من حيث حقيبه مثلا كرسي او اي شيء يمتلكه شخص نستخدم العباره التاليه او حتى لو اوصف لك عيونه مثلا عيونه بنيه عيونه جوزيه عيونه سوداء شعر مجعد الى اخره فاقول هي نفس الطريقه اما هي او شيء اللي هي للمذكر الشيء للمؤنث قبل شويه ايش قلت لك انتبه هنا كلش مهمه طلاب قلت لك ورا اللي هي وش يجيني يجيني از wearing هاي انتبهوا لها معناها يرتدي هنا انا يجي وراها يجي وراها هاز شنو معنى هاز معناها لديه او لديها زائدا صفه الشيء زائدا الاسم اللي انا دا اوصفه يعني مثلا ما افتهم شلون يعني مثلا قلت لك رامي هاز سكيت بورد رامي لديه سكيت بورد هالمرة الآن اعطيتك فقط انه عنده سكيت بورد قلت لك آه نهى هاز بينك باك نهى لديها حقيبة وردية شوف هنا نهى هي الاسم او اقدر اقول عنها شي بدالها شي وراها هاز وراها بينك اللي هي صفة الشيء وراها الشيء اللي انا دا اوصفه اللي هي الحقيبة الحقيبة هي الاسم والبينك هي صفة الاسم صفة الشيء فنها has pink bag نها لديها حقيبة وردية قدرت أوصف شخص من حيث شيء يمتلكه أو أقدر أوصفه نفس الطريقة من حيث عيونه شعره أنفه فمه إلى آخره فش أقول أقول من حيث الشعر انتبه لنا الهير اللي هو الشعر والآيز اللي هي العيون أقول على سبيل المثال هي هاز مثلا كيرلي هير هو لديه شعر كيرلي مجعد صفة الشعر شنو كيرلي مجعد زائد الشيء اللي أنا دا أصفه شنو الشعر هي هاز مثلا بلاك آيز هو لديه عيون سوداء شنو صفة العيون سوداء شنو الشيء دا أصفه اللي هي العيون اذا أنا أقدر أوصف باستخدام القاعدة التالية مثلا على سبيل المثال رامي هاز كيرلي براون هير شوف هنا رامي هو الفاعل اللي أنا دا أوصفه وراها هاز وراها شنو كيرلي براون هير أنا دا أوصف شنو؟ دا أوصف الشعر إذا الشيء الموصوف هو الشعر شنو وصفة الشعر؟ كيرلي براون يعني بني مجعد رامي هاز جرين آيز رامي هو الفاعل دا أوصف عيونه شنو وصفة العيون؟ جرين خضراء رامي لديه عيون خضراء وهكذا مع البقية إذن أنا أوصف شخص إما من حيث ملابسه أو من حيث شيء جامد يمتلكه او من حيث عيونه وشعره او من الممكن اوصف شخص بشكل عام يعني مثلا هذا طويل هذا ذكي هذا سمين نحيف الى اخره على سبيل المثال اقول هي او شي زائدا از زائدا اما ابت او كوايت زائدا الصفه العامه هي قبل شوي اذا تذكرون بالملابس اقول ورا الهي وشي شنو؟ از ويرنج شيء جامد او العيون او الشعر شنو؟ هاز هسه ايش دا اقول؟ دا اقول از زادنا bit او كوايت، bit بعض الشيء كوايت بعض الشيء، زادنا الصفه العامه مثلا بيوتيفول تول الى اخره. على سبيل المثال اقول هي از تول هو طويل او اقول هي از كوايت تول هو بعض الشيء طويل. هسه وصفت شخص من حيث الصفه العامه. زين هسه استاذ شلون يجينا بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنه؟ طلاب الامتحان يجيك بالطريقه التاليه. قبل ما ابدي بالطريقه اللي تجي بالامتحان احنا خلينا نراجع اللي اخذناهن. اما اوصف شخص من حيث ملابسه فشن القاعده تقول فاعل اما هي او شيء زائدا از ويرنج هذه كلش مهمه هذا هي اهم شيء بالقاعده زائدا صفه الملابس زائدا الملبس زين ثانيا اوصف شخص من حيث شيء جامد يمتلكه فاعل زائدا هاز زائدا صفة الشيء الجامد اللي يمتلكه، زائدا الشيء اللي يمتلكه. ثالثاً لوصف شخص من حيث العيون أو الشعر، أما فاعل هي أو شيء، زائداً هاز، زائداً صفة العيون أو صفة الشعر، زائداً أما كلمة هير أو كلمة آيس، حسب اللي أنا بدي أوصفه. رابعاً لوصف شخص من حيث الصفة العامة، الفاعل هي أو شيء، زائداً إز، زائداً قلنا بت أو كوايت، بت أو أبت، زائداً كوايت بت او كوايت، زائداً الصفه العامه زين استاذ شنو اللي المفروض انتبه عليه؟ انا مو عندي هنا فاعل ضروري تحفظ ما بعد الفاعل اذا من حيث الملابس اقول از ويرنج اذا شيء جامد يمتلكه اقول هاز اذا عيون او شعر اقول هاز اذا صفه عامه فقط اقول از ما افتهم استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال هي از لو هاز تول شوف هنا هن الاختيارات تجيني بهاي الطريقه يقول لي هي از تول لو هي هاز تول احنا اتفقنا انه اذا فقط از هذه لوصف صفه عامه والهاز لوصف اما شيء جامد يمتلكه او لون عيون وشعر باوعوا لي على الجمله لقيتوا عيون شعر بالجمله يعني كلمه ايز كلمه هير لا استاذ ما لقيت لقيتوا شيء جامد بالجمله مثلا باج موبايل الى اخره لا استاذ ما لقينا اذا هنا مش يوصف دا يوصف صفة عامة أقول هذا الشخص طويل إذا إذا صفة عامة إيش أقول؟ أقول هي إز تول هو طويل بعد نستعد ما افتهمت الجملة الثانية شي إز لو هاز براون أيز إيش لقيت؟ لقيت كلمة أيز شوفوا لي بالقاعدة الأيز توص... شنو اللي يجي وياها؟ يجي وياها هاز إذا أقول هي إز براون أيز لو هي هاز براون أيز أكيد هي هاز براون أيز ليش؟ لأن لوصف العيون استخدم الفعل المساعد اللي هو الهاز مثال اخر لوك هي هاز لو هي از ويرنج دنم جينز شنو معنى جينز؟ معناها بنطال بنطال ايش تعتبر؟ تعتبر من الملابس اذا ارد اوصف شخص من حيث الملابس هذا الملبس شنو هو الفعل المساعد اللي يجي از ويرنج فاقول هي از ويرنج دنم جينز هو يرتدي بنطال كابوي مثال اخر هي از لو هاز لونج بلاك هير ايش لقيت؟ لقيت هير شنو معنى هير؟ معناها شعر اذا ده اوصف شعره الفعل المساعد اللي يجي الشعر شنو هاز فاقول هي هاز لونج بلاك هير لديه شعر اسود طويل هذا ما يخص طريقه وصف الناس اذا شلون اوصف شخص اما اوصفه من حيث الصفه العامه من حيث الملابس من حيث شيء جامد يمتلكه او من حيث العيون او الشعر اذا القواعد جدا مهمه حاولوا تكتبون بالدفتر وتحفظوها وهذه الصيغه اللي ممكن تجيك بالامتحان التحريري دائما تجيني فقط على شكل اختيارات الان ننتقل الي ونرجع للفقره الاولى اللي بالدرس اذا تتذكروها قلت لكم نروح نفهم القواعد وراها نرجع نوصف هؤلاء الاشخاص هسه من يقدر يوصف لي احمد اذا ارد وصفه من حيث الصفه العامه ايش اقول فاعل اللي هو احمد او اقول هي ايش شا... تاخذ از زائدا اقول بعض الشيء مثلا كوايت تول هو بعض الشيء طويل زين هذه صفه عامه اقدر اقول بعد صفه عامه ثانيه هي از كوايت ثين هو بعض الشيء نحيف هذه وصفته من حيث الصفة العامة من يا سبع يقدر يوصف لي من حيث ملابسه يلا الملابس شو تقول القاعدة مالته الفاعل اللي هو شنو هي وراها is wearing هو يرتدي شو يرتدي مثلا جاكيت أصفر أقول yellow jacket يرتدي يرتدي جاكيت اصفر مثلا اقول هي از هو يرتدي دنم جينز بنطرون كابوي زين من يقدر يوصف لي من حيث شيء جامد يمتلكه شوف الشايل بيده شايل سكيت بورد شا اقول القاعده شو تقول القاعده شيء جامد يمتلكه هي هاز هو لدي بينك على سبيل المثال سكيت بورد عنده سكيت بورد بينك شنو بينك معناها وردي اذا هو يمتلك سكيت بورد وردي الى اخره زين من يقدر يكمل الوصف من حيث مثلا شو شل... لون شعره ايش راح تقول القاعده همينة اما هي او شيء لان نعم هو هي لان مذكر بنحكي عن احمد هي هاز هو لديه مثلا شورت هير شعر قصير او شورت بلاك هير شعر اسود قصير قدرت اوصفه من حيث شعره اقدر اوصفه من حيث عيونه نفس الفكره هي هاز مثلا بلاك آيس لديه عيون سوداء وهكذا زين من يقدر يوصف لي سالي نفس الطريقه من حيث الملابس تقول لي هي شي از هي ترتدي بينك سوتر ترتدي بلوز وردي شي از ويرينج جينز ترتدي بنطال كابوي من حيث الحقيبه اللي تمتلكها تقول لي شي هاز بينك باج لديها حقيبه ورديه She has curly hair لديها شعر كيرلي مجعد الى اخره اذا اقدر اوصف شخص من حيث ملابسه من حيث شيء جامد يمتلكه الى اخره اخذنا القواعد مالتهم وتعرفنا على شلون نوصف شخص معين شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها الان ننتقل للفقره الثانيه describe someone in the photographs below for your partner to guess يقول لك هنا شنو اوصف واحد من هؤلاء الاشخاص زميلك لكن لا تقول يا صورة توصفها هو من خلال الوصف مالتك من المفروض أن يعرف يا صورة أنت تقصد يعني على سبيل المثال راح أني أنصف واحد من هؤلاء الشخصيات الخمسة أنت المفروض تحزر يا هو اللي أنا دا أوصفه مثلا أقول هي is quite short هي is wearing white t-shirt and black trainers He has straight brown من أعرف يا شخصية من هاي الشخصيات الخمسة اللي أنا دا أوصفها ايش قلت اني قلت he is wearing white t -shirt. يرتدي تي شيرت ابيض he has straight brown hair لديه شعر بني سرح he is wearing black trainers يرتدي حذاء او حذاء رياضي اسود الى اخره اذا انا ده اوصف الشخصية الثانية انا مجرد نشاط صفي بين طلاب اثنين الطالب الاول يوصف احلى الشخصيات والطالب الاخر يحاول يلقى الشخصية اللي دي يوصفها زميله. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو موضوع ترتيب الصفات. طلاب إذا لاحظتوا قبل شوي إيش قلنا؟ قلنا إنه انا إذا أريد مثلاً أوصف شخص من حيث شعره، إيش أقول؟ على سبيل المثال أقول هي هاز براون هير لديه شعر بني. شنو هو الشيء اللي دا أوصفه الشعر. شنو صفة الشعر؟ بني. من الممكن إنه أني أضيف صفات إضافية على الشعر، مثلاً أقول شورت براون هير شعر بني قصير، صارت شنو؟ صارت صفتين للشعر، أقدر بعد أضيف أقول شعر مجعد قصير بني، إيش أضيف له؟ أضيف له كلمة كيرلي، كيرلي معناها مجعد، صارت شنو؟ صارت ثلاث صفات اللي هي البراون والشورت والكيرلي لشيء واحد موصوف اللي هو الشعر. زين انا اذا الصفات شلون يكون ترتيبهن؟ يعني مثلا يصير اقول شي هاز براون شورت كيرلي هير يصير اقدم واخر بالصفات؟ اكيد لا، اذا انا عندي موضوع اخر اللي هو موضوع ترتيب الصفات، اني اذا صادفتني اكثر من صفه للموصوف، شلون يصير ذن الصفات شلون يكون ترتيبهن؟ يكون ترتيبهن كالتالي: اولا الصفه العامه، اول شيء اخليها هي الصفه العامه. استاذ يعني شنو صفة عامة؟ مثلا عندي كلمة بيوتيفول بيوتيفول معناها جميل تعتبر صفة عامة. أقلي معناها قبيح صفة عامة. نايس لطيف صفة عامة. باد سيء تعتبر صفة عامة. أنا مسوي لك إياها بشكل جدول بالملزمة كل الصفات العامة اللي ممكن تجيك بالامتحان. هذني كلمات أعتبرهن صفات عامة. أو كلمة wonderful على سبيل المثال wonderful معناها رائع. تعتبر صفه عامه زين شنو الكلمات اللي تدل على الحجم او شنو الصفات اللي تدل على الحجم مثلا عندك كلمه بيج كبير small صغير هيوج ضخم تايني صغير جدا الى اخره long طويل شورت قصير الى اخره هذني الكلمات كلهن يدلن على الحجم زين وراها اخلي الصفه اللي تدل على العمر شنو الكلمات اللي تدل على العمر مثلا مثلا ادي old كبير بالسن او قديم نيو جديد مودرن حديث وهكذا يونج شاب الى اخره زين الشكل شنو الكلمات اللي تدل على الشكل لازم تعرف ان الكلمات اللي تدلك على الشكل هي على سبيل المثال كيرلي مجعد ستريت سرح بعد عندي كلمه سكوير شنو معنى كلمه سكوير مربع سيركل دائري الى اخره اذا الكلمات تدلنا على الشكل زين اللون يحتاج اقول لكم الالوان شنو مثلا عندي كلمه بلاك اسود براون بني الكلمات الالوان احنا ماخذينها بمراحل سابقه بعد الجنسيه شنو الكلمات تدل على الجنسيه مثلا إيطاليا ايطاليان معناها ايطالي عراقي عراقي وهكذا اي كلمه تدل على الجنسيه اخذناها بمراحل سابقه ماتيريال المواد اللي اخذناها بالسادس ابتدائي على سبيل المثال وودن خشبي ميتال معدني الى اخره بعد الكلمات اللي تدل على الاسم استاذ شنو الاسم الاسم الموصوف دائما انا اخلي الاسم الموصوف في نهايه الجمله قبل شوي ايش قلت لكم قلت لكم هي هاز براون هير لديه شعر بني شوفوا انا ايش دا اوصف دا اوصف الشعر اذا الاسم الموصوف يجي دائما وين في نهايه الجمله إذا هذه الطريقة المفروض تحفظوها أو هذا الترتيب المفروض تحفظوه مثل ما تحفظون اسمكم، طبعاً الاسم الموصوف مثل ما قلنا مثلاً كلمة هير، شعر، آيز، عيون، مثلاً دا أوصف اني باج، حقيبة، إلى آخره، شكل شيء دا أوصفه. آه هذا الجدول لازم تحفظوه مثل ما تحفظون اسمكم، يعني تحفظون الترتيب مالته. ليش؟ لأن بالامتحان من الممكن أن يجيب لي إما على شكل اختيارات أو على شكل أنت ترتب الصفات يعني على سبيل المثال علي هاز جوت اي براون بيوتيفول كيرلي هذا الاختيار الاول لو بيوتيفول براون كيرلي هذا الاختيار الثاني لو بيوتيفول كيرلي براون استاذ شو صارت دوخه علي كلش سهله طلاب مثلا تجيبون الاختيار الاول شو تسووا له؟ تعرفون البراون شو يعتبر؟ يعتبر لون بني معناها لون بيوتيفول شو سميناها البيوتيفول؟ سميناها صفه عامه وكيرلي سميناها شكل زين انت حافظ الجدول لازم ترتبهن هذين الصفات ترتبهن وتشوف الترتيب مالتك يناسب يا اختيار من ذن الاختيارات اللي طاك يعني على سبيل المثال أنا حافظ إن اول شيء الصفه العامه فاقول بيوتيفل اذا ترجعون على الجدول لازم تخلي اول شيء الصفه العامه خلينا نرجع على الجدول انا متذكر اول شيء الصفه العامه ومن ثم الشكل ومن ثم اللون صفة عامة شكل لون نرجع نكمل صفة عامة خليناها اللي هي beautiful وراها الشكل شنو هو الشكل كيرلي ومن ثم اللون اللي هو شنو هو براون فهذا الترتيب اللي المفروض اختاره بيوتيفول كيرلي براون اذا الاختيار الاول لا الاختيار الثاني بيوتيفول براون كيرلي لا لازم بيوتيفول كيرلي براون بيوتيفول كيرلي براون نعم هذا الاختيار المناسب للجمله فانا رتبت الصفات اللي منطينيها حسب الجدول وهذا الترتيب مالتي شفت يناسب يا اختيار من الاختيارات الثلاثة اللي منطيني اياها على اساس اختار مثال اخر سلمى هاز فراغ اند براون ايز نفس الطريقة قال لي ستريت هير بلاك لو ستريت بلاك هير لو هير ستريت بلاك نجي هنا واحدة واحدة لنفترض خلينا نروح الاختيار الاختيار الاول كلمة ستريت ايش تعتبر؟ سميناها شكل هير هذا الهير سميناه سمينا اسم موصوف اللي دا اوصفه المفروض يجيني بالاخير والبلاك بلاك اسود معناها لون اذا ذني الكلمات الثلاثه اجي ارتبهن حسب الجدول شو يقول الجدول اول شيء الشكل اللي هو شنو ستريت ومن ثم اللون اللي هو البلاك ومن ثم الاسم الموصوف اللي هو شنو الهير اذا الترتيب الصحيح اللي المفروض اختاره ستريت بلاك هير اذا هذا ستريت بلاك هير هذا الاختيار المناسب للجمله مثال اخر شذا هاز فراغ هير اند براون هايز شوف ستريت بلاك بيوتيفول نجي ناخذ هذا الاختيار ونرتبه او نحلله ستريت تعتبر شكل بلاك تعتبر لون بيوتيفول تعتبر صفه عامه اول شيء ايش اخلي اخلي الصفه العامه اللي هي شنيه Beautiful. Beautiful ومن ثم الشكل اللي هو straight ومن ثم اللون اللي هو شنو؟ black. فش أقول؟ Beautiful straight black. إذا الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح. Beautiful straight black. إذن رتبت أول شيء يعني أنا آخذ الكلمات أرتبهن واختار الاختيار المناسب للترتيب مالتي. مثال آخر: ندى فراغ هير Beautiful curly black. لو بلاك بيوتيفول كيرلي لو كيرلي بلاك بيوتيفول نفس البيوتيفول تعتبر تعتبر صفه عامه كيرلي شكل بلاك لون الترتيب شي يقول يقول اول شيء الصفه العامه اللي هو شنو بيوتيفول بيوتيفول ومن ثم الشكل اللي هو كيرلي ومن ثم اللون اللي هو البلاك اذا الاختيار الاول هو الصحيح بيوتيفول كيرلي بلاك لان انا خلي اللون اول شيء وهنا انا الشكل اول شيء اذا هذا الاختيار الثاني والثالث اختيارات خاطئة اللي بعدها سيلما هاز فراغ اند براون ايز نفس الفكرة قامت تتكرر ستريت تعتبر شكل هير تعتبر موصوف بلاك تعتبر لون اجي لازم اول شيء شو اخلي اخلي الشكل اللي هو ستريت ستريت ومن ثم اللون اللي هو البلاك ومن ثم الاسم الموصوف اللي هو شنو هير ستريت بلاك هير ستريت هير بلاك هذا مين؟ غير مناسب ستريت بلاك هير نعم هذا الاختيار المناسب ثالثا هير ستريت بلاك الهير الاسم الموصوف خليها بالبداية اذا هذا الشيء خاطئ اذا الاختيار الثاني هو الاختيار الأمثل هذا ما يخص صيغة الاختيارات بعض الأحيان ما يجيب لي صيغة اختيارات يقول لي ري أرينج أو ري أوردر ري أرينج معناها على ترتيب أو مرات يقول لي ري أوردر شنو معنى ري أوردر؟ هم معناها على ترتيب ري أوردر ذا أدجكتفز ترتيب الصفات من طين بلاك ومن طين فشلون أرتبهن؟ بلاك ايش تعتبر؟ تعتبر لون وبيوتيفول تعتبر صفه عامه منطيني فقط صفتين قال لي اعد ترتيبهن يلا اجي ارتبهن اول شيء ايش اخلي؟ اخلي الصفه العامه اللي هي شنية هي؟ البيوتيفول اقول بيوتيفول ال ومن ثم اللي لون. شنو اللون شنو هو اللون؟ بلاك بيوتيفول بلاك اذا اصبح الترتيب صحيح لجمله ترتيب الصفات اقول له شي هاز بيوتيفول بلاك هير لديها شعر اسود جميل هذا ما يخص الصيغه الثانيه اللي ممكن تجينا بالامتحان ننتقل الآن للتمرين المتعلق بهذا الموضوع تمرين رقم أربعة صفحه 17 من كتاب النشاط مهم جدا اختر الاجابه الصحيحه او اختر ترتيب الصفات الصحيحه شوفوا طلاب بالبدايه ايش يقول لي يقول لي ماي نيس ابنه اختي از اي فراغ هي فراغ فريندلي ليتل girl لو ليتل فريندلي little لو جيرل ليتل فريندلي نجي واحدة واحدة نختار الاختيار الأول ونرتبه فريندلي هاي تعتبر صفة عامة ليتل تعتبر حجم جال تعتبر موصوف إذا أول شيء أرتبهن أول شيء صفة عامة اللي هي شنية الفريندلي ومن ثم الحجم اللي هو ليتل ومن ثم الموصوف اللي هو الجال فإذا الترتيب الأول هو الصحيح فريندلي ليتل جيرل فإذا أختار الاختيار الأول اخلي صح على الاختيار الاول بينما شوف ان انا خالي حجم ومن ثم صفه عامه ومن ثم الموصوف هذا الاختيار خاطئ وان انا خالي الموصوف اول شيء اذا بدايه مباشره خطا الثانيه شي هاز لديها بيوتيفول بلاك كيرلي هير لو كيرلي بيوتيفول بلاك هير لو بيوتيفول كيرلي بلاك هير اول شيء خلينا نختار الاختيار الاول ونرتبه بيوتيفول ايش تعتبر؟ تعتبر صفه عامه بلاك اسود هذا لون كيرلي مجعد هذا الشكل هير شعر هذا موصوف اجي ارتبهن حسب الجدول اللي انا حافظه اولا اخلي الصفه العامه اللي هي شنو هي ارجع على الجدول اتاكد من الترتيب ومن ثم الشكل كيرلي ومن ثم اللون بلاك ومن ثم الموصوف اللي هو الهير ايش صارت المفروض الاختيار يكون بيوتيفول كيرلي بلاك هير بيوتيفول بلاك هذا خطا ما يصير لازم بيوتيفول كيرلي كيرلي من البداية هذا خطأ Beautiful كيرلي بلاك هير Beautiful كيرلي بلاك هير إذا الاختيار الثالث هو الاختيار الصحيح اللي بعدها she has فراغ ugly old little dog low old ugly little dog low ugly little old dog الاختيار الأول ناخذه ونرتبه ugly هاي تعتبر صفة عامة old تعتبر عمر little حجم دوج الكلب أجلكم الله هو الاسم الموصوف اللي يعني ده اصفه موصوف اللي يجي لازم بالنهايه اذا الموصوف في النهايه اجي ارتب الترتيب مالتي اول شيء الصفه العامه اللي هي شنو اقلي ومن ثم الحجم اللي هو شنو ليتل ومن ثم العمر اللي هو شنو اولد ومن ثم الموصوف اللي هو الدوغ فصارت اقلي ليتل اولد dog اذا الاختيار المناسب اقلي ليتل اولد dog انا اخلي صفه عامه بالبدايه لكن وراها عمر مباشره، خلي اصلا العمر بالبدايه اذا هذا الاختيار خاطئ. اللي بعدها هير باج از ميد فروم بينك سترونج فابريك لو سترونج بينك فابريك لو فابريك بينك سترونج، اجي هنا واحده واحده. البينك يعتبر شنو؟ لون وردي معناها لون سترونج قوي هاي تعتبر صفه عامه ومن ثم الفابريك هذه الماده اللي انصنعت منها الفابريك اجي. اول شيء شو شي خلي, خلي صفه عامه اللي هي شنو؟ سترونج ومن ثم اللون اللي هو البينك ومن ثم الماده اللي هو الفابريك فش اقول؟ سترونج بينك فابريك هذا الاختيار خطا لان الصفه العامه خليها بالنص صفه عامه لون ماده سترونج بينك فابريك سترونج بينك فابريك اذا هذا الاختيار الصحيح فابريك بينك سترونج سترونج اللي هي الصفه العامه خليها بالاخير خطا اذا الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح هذا ما يخص تمرين رقم اربعه، هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات بالدفتر والحلول بكتاب النشاط وتحفظوها لانها مهمه جدا في امتحان الشهر الاول، امتحان نصف السنه، وكذلك الامتحان الوزاري. ننتقل الى امثله اضافيه عن موضوع ترتيب الصفات، هاي خليكم اياها بالملزمه. ادي هنا يقول لي هي از ويرينج بلو اراكي نيو كوتن شيرت قال لي ري اعد ترتيب. البلوش تعتبر تعتبر لون اراكي تعتبر جنسية النيو جديد يعني شنو يعني عمر والكوتن القطن هذا مادة اول شيء اخلي اخلي العمر اللي هو شنو النيو ومن ثم البلون اللي هو البلو ومن ثم الجنسية اللي هو اراكي ومن ثم المادة اللي هي الكوتن فش صارت هي از ويرينج نيو بلو اراكي كوتن تي هو يرتدي تي قطني عراقي أزرق جديد اللي بعدها عندي وايت هذا لون أبيض جابانيز هاي جنسية نيو جديد هذا عمر أجي أرتبهن أول شيء أخلي أخلي العمر اللي هي النيو ومن ثم اللون اللي هو الوايت ومن ثم الجنسية اللي هي جابانيز نرتبها حسب الجدول خلي الجدول قدامك ولازم ترتبها نيو وايت جابانيز تي اشترى تلفاز ياباني أبيض جديد وهكذا ليتل صغير هذا حجم فرنش هاي جنسية بلاك هذا لون beautiful هاي صفة عامة أول شيء خلي الصفة العامة اللي هي البيوتفل ومن ثم الحجم اللي هي الليتل ومن ثم اللون اللي هو البلاك ومن ثم الجنسية اللي هي الفرنش شو صارت الجملة Uh, it has a beautiful little black French table فيها طاوله فرنسيه سوداء صغيره جميله. I have Italian نفس الفكره Italian old wonderful watch. اول شيء الايطاليان ايش تعتبر؟ تعتبر جنسيه. old عمر. wonderful صفه عامه ومن ثم الموصف واخليها بالنهايه. ايش قال لي؟ قال لي رتبها اعد ترتيبها. اول شيء ايش اخلي؟ اخلي الصفه العامه اللي هي شنو؟ wonderful ومن ثم العمر اللي هو الاولد ومن ثم الجنسية اللي هي إيطاليا صارت الجملة I have a wonderful old Italian watch لدي ساعة يدوية إيطالية قديمة جميلة هذا ما يخص الأمثلة الإضافية اللي موجودة بالملزمة على مدربكم أكثر على موضوع ترتيب الصفات الآن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد يقول Read the description and complete the table اقرأ الوصف واكمل الجدول هنا أنا منطيني وصف لهؤلاء العائلة وش يقول لي؟ يقول لي ورا ما تقرأ هذا الوصف كملي هذا الجدول بالبداية يقول لي My uncle is very sporty عمي جدا رياضي He is tall هو طويل And he has short dark hair ولديه شعر غامق قصير He is wearing a new jeans هو يرتدي بنطال جديد عند blue shirt وقميص أزرق My aunt عمتي is wearing black trousers ترتدي بنطال أسود and yellow scarf ووشاح أصفر She has a nice smile لديها ابتسامة لطيفة and beautiful long hair وشعر طويل جميل I have two nieces لدي اثنان أولاد أخت ديما has brown eyes ديما عندها عيون جوزية بنية and brown hair وشعر بني Sarah is six بتخذها الثانية اللي هي سارة عمرها ستة اعوام، she has green eyes، عندها عيون خضراء اند لايت براون هير وشعر بني خفيف. الآن بعد ما قرأنا الوصف يقول لي أنا منطيك الشخص اللي هو الأنكل العم. الأنكل يعتبر از تول يعتبر طويل. زين النوم من حيث الشعر احنا اتفقنا إذا نريد نوصف شخص من حيث شعره شنو الفعل المناسب؟ الفعل المساعد المناسب؟ نقول هاز فأقول أنكل هاز زين شنو صفة شعر هذا العم؟ قلنا هاز شورت دارك هير اذا شعر شورت ودارك قصير وغامق زين الشيرت ال, ال... ال... مالته القميص مالته ذكرنا بالقطعة بلو شيرت يعني قميص ازرق لكن اذا اريد نوصف شخص من حيث الملابس مالته شنو الفعل نستخدمه؟ از ويرينج فاقول هي از ويرينج وشنو صفة الملابس؟ بلو شيرت هسه انه بالشخص الثاني اللي عنده نايس سمايل اللي عنده ابتسامه لطيفه منية العمه فاقول انت زين الانت من حيث الملابس اللي هي التراوزرز البنطلون شنو الفعل نستخدمه از ويرينج انت از wearing العمه ترتدي بنطال شنو من بنطال قلنا البنطال اسود وهكذا زين شنو اللي ترتدي لونه اصفر قلنا الوشاح فها اقول له يلو سكارف ومن ثم من حيث الابتسامة شو نقول؟ نقول she has لديها نايس nice سمايل ابتسامة لطيفة من حيث الشعر شو نقول؟ نقول شعرها احنا ذكرناه بالقطعة إن بيوتيفول لونج هير شعرها طويل وجميل بنات الاخت نقول من حيث الشعر والعيون فاقول نيس هاز لديها براون ايز اند هير لديها شعر وعيون بنية شنو اللي عنده لون اخضر؟ اقول شي هاز جرين ايز لديها عيون خضراء أه بنت اختها الثانيه والاخير من حيث الشعر اقول شي هاز لايت براون هير لديها شعر بني خفيف. هذا ما يخص تمرين رقم واحد، هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. من خلال المقطع النصي الطالب يحدد دني او يملأ هذا الجدول حسب المقطع النصي. تمرين رقم اثنين يقول لي كومبليت ذا اوف سالي. اخذنا وصف سالي من بدايه الدرس سالي از فراغ شورت، قلنا بعض الشيء قصيره كوايت شورت. شي ازنت هي ليست طويله، شي ازنت تول، شي هاز براون فراغ لديها أقدر أقول شعر بني أو أقدر أقول عن عيون بنية فأقول مثلا شي هاز براون هير لديها شعر بني شي فراغ بينك فراغ شوف هنا شي فراغ بينك فراغ لديها قفازات وردية فإذا اوصف الشخص من حيث شيء يمتلكه فأقول شي هاز بينك جامبر لديها قفازات وردية أند فراغ تراوزرز وبنطال شنو بلاك بلاك أسود بنطال أسود شي فراغ pink back to. كذلك نصفها من حيث شيء تمتلك اللي هي الحقيبة أقول she has pink back to لديها حقيبة وردية أيضا يقول لك هالنوب أريدك توصف لي أحمد إحنا وصفنا أحمد بشكل مفصل بداية الدرس فهذا الوصف اللي وصفناه لأحمد تكتب لي إياه بهذا المقطع النصي مثلا تقول أحمد ستول أحمد is wearing yellow jacket and denim jeans and white trainers he has a pink skateboard إلى آخره he has بلاك هير لديه شعر اسود الى اخره، تكتب لي الوصف مال احمد هنا، أنا. هذين التمرينين تعتبر كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، مجرد يريد يدربني اكثر على استخدام وصف الناس اللي اخذناه خلال هذا الدرس، اما هنا ايش يقول لي؟ يقول لي ار اوف you know. اكتب لي وصف لشخص انت تعرفه. Make notes of the table. اول شيء يسوي لي شنو؟ يقول لك سوي لي ملاحظات طوله مثلا طوله 179 سنتيم، شعره مثلا نقول له شعره بلاك، آيس عيونه مثلا نقول له جرين، عيونه خضر، كلوثس ملابسه تكتب له تفاصيل ملابسه واشياء اخرى يمتلكها، ورا ما كتبت هذا الجدول يقول لك انت سوي لنا بمقطع نصي عن هذا الشخص اللي انت تريد توصفه، شخص تعرفه، فانت تخيل شخص موجود بالحقيقه، زميلك، مدرسك تكتب الوصف مالته بهذا الحقل غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا ان درس مكثف جدا بموضوع وصف الناس بموضوع ترتيب الصفات لان الموضوعين وزاريات قواعديات مهمه جدا بالامتحان التحريري اخذنا النماذج الوزاريه للسنوات السابقه عن الموضوعين كذلك حللنا كتاب النشاط ولاحظنا ان كتاب النشاط بعض انشطه انشطه صفيه بعض انشطه مهمه سجلنا التمارين المهمه وعرفنا شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بكتاب النشاط وبالدفتر وتحفظوهن لانهم مهمة جدا بامتحان شهر الاول وامتحان نصف السنه وكذلك الامتحان الوزاري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تفصلون على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف.